بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات جميعا ورحمة الله وبركاته. في ذكرى حراك 14 فبراير، في ذكرى حراك 14 فبراير المجيدة، وفي يوم ملحمة الصمود الذي سطرها الشعب بتاريخ 15 فبراير، في هذا اليوم المشهود الذي قدمتم فيه أروع مثل العطاء والوفاء لقضيتكم ولوطنكم، حيث تجاوز حضور هذه الملحمة التاريخية 250,000 مواطن. وهو رقم قياسي يجب أن يحفر في ذاكرة تاريخ النضال الوطني، وهو كذلك بمثابة استفتاء شعبي عارم على مطالب الشعب المشروعة، وفيه رفض صريح لسياسة الاستئثار والظلم والاستعباد الذي عانى منه الوطن كثيرا. فكل الشكر والعرفان وبالغ التقدير والامتنان لجماهير شعبنا الأبية من نساء ورجال وشبان وأطفال وكل الفئات والتيارات والقوى الوطنية التي احتشدت في مظهر سلمي حضاري مهيب قل نظيره في ربيع الثورات والصحوات العربية الحديثة، وفرض نفسه على كل وكالات الأنباء العالمية. ومن هنا نقول للذين يراهنون على تعبنا وتراجعنا وانكسارنا أنكم واهمون، وأنكم تحلمون أننا باقون في كل الساحات حتى تحقيق المطالب. وليس من حق أحد كائنا من كان، نواب مسؤولين في هذا البلد، وليس من حق أحد كائن من كان أن يطالب بمنع مسيرة هنا أو هناك. في ربوع الوطن، كل الوطن ساحة مفتوحة للتظاهرات والمسيرات بشرطها وشروطها، لأننا الذين روينا شجرته المباركة، هذا الوطن شجرته المباركة بدمائنا وتضحياتنا، وهو حق طبيعي في التعبير عن الرأي الذي يلتزم السلمية منهجا والتحضر شعارا. ومن لم يروق له ذلك فليسمع جيدا، ومن لم يرق له ذلك فليشرب من زبد البحر. بعد تلك الملحمة في يوم 15 فبراير 2014، تتعاظم المسؤولية علينا جميعا، فنحن ملتزمين بالتواجد في كل الساحات بكل حيوية ووعي متقدم، مستعدين للتضحية ومحتملين للأذيات، ولكن لن نكتفي بهذا المسار الميداني فحسب، بل لابد أن نتواجد وبكثافة في المسار الإعلامي والحقوقي والدبلوماسي والسياسي، ونؤكد على ذلك كله على نهج السلمية ونبذ العنف أيًا كان مصدره حتى تحقيق المطالب المحقة ومشروعنا السياسي الواعد.
وعلى هذا الصعيد نخاطب المجتمع الدولي ونقول بضرس قاطع إن أكثر من ربع مليون من شعب البحرين خرج في يوم 15 فبراير في موج بشري هادر يطالب فيه بحكومة تمثل إرادته وبرلمان كامل الصلاحية ونظام انتخابي عادل يبتنى على دوائر تقسم وفق مبدأ صوت لكل مواطن وقضاء مستقل عادل وأمن للجميع يحمى فيه الوطن كل الوطن ووقف للتجنيس السياسي والتمييز الطبقي والفئوي والطائفي. أيها العالم، يا أيها المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة، أنتم مطالبون بترك سياسة الدبلوماسية الناعمة التي تمارسونها اتجاه النظام البحريني برغم كل الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والتي ثبتتها تقاريركم قبل غيركم، ولتتركوا سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعونها في ملفات الشرق الأوسط والعالم. وها نحن نجد في حركة المعارضة في أوكرانيا سفراء الدول الغربية ينزلون إلى الشوارع مع الثوار ومع المعارضين. نحن لا نطلب منكم ذلك، نحن نطالب منكم موقف ضاغط على هذا النظام أن يلجأ إلى حوار جاد يخرج البلاد من الأزمة الطاحنة التي تدور منذ سنوات لا أكثر ولا أقل. نعم، أنكم تكيلون بمكيالين أو أكثر في ملفات الشرق الأوسط وفي أكثر من موقع. هذه السياسة التي قد تهدد مصالحكم في مستقبل الأيام. الشعوب باقية والأنظمة زائلة، أياً كان هذا النظام، مهما تسلح بأعتى القوى والمال والجند، الشعوب هي الأقوى، المستقبل لها. فأنتم مصالحكم أيتها الأنظمة الغربية مع هذا الشعب ومع شعوب العالم الحرة. نعم، يجب أن تنحازوا لمطالب الشعب البحريني العادلة، وهي تأمين لمصالحكم في المستقبل القريب أو البعيد. ورسالة للنظام في يوم العدالة الاجتماعية العالمي، وهو تاريخ 20 فبراير أمس، من كل عام حيث تنعدم العدالة الاجتماعية هنا في البحرين على مختلف المستويات ويعيش فيها شعب البحرين في ظل غياب العدالة الاجتماعية على جميع المستويات السياسية والإنسانية والاقتصادية، لأن السلطة تغرق في النظام الشمولي. نعم، تغرق في النظام الشمولي من رأسها إلى أخمص قدميها، الذي استحوذ على كل مفاصل الحياة ويتعاطى مع شعبه بلغة العطايا والمكارم والهدايا حتى في أبسط الحقوق الطبيعية والإنسانية. فهي تمارس التجويع والتجهيل والتعطيل والتمييز والتجنيس السياسي وسرقة المال العام والتوزيع غير العادل للثروة والتهميش السياسي التام. فما أحوج الوطن إلى نظام عادل يقوم على مبادئ التوزيع العادل للثروة والنفوذ وتكافؤ الفرص والشفافية والشراكة الوطنية وحرية التعبير وممارسة الشعائر الدينية من دون اضطهاد ومصادرة. وفي هذا اليوم نؤكد على أن خيار القمع والتنكيل وصل إلى طريق مسدود مع أبناء هذا الشعب، فلن تستطيعون كسر إرادته ولن يرجع إلى البيوت خالي الوفاض أو بخفي حنين كما يقولون. وكلما زادت سياسة القمع زاد الشعب صلابة وإصرارا على نيل حقوقه، وأن المحاكمات الصورية
والاعتقالات والمداهمات الجماعية والتحريض الإعلامي والتمييز الطبقي والفئوي والطائفي والتجنيس السياسي التخريبي والفجور في الخصومة قد أدخل البلاد في نفق مظلم ومأزق أحاطت تداعياته كل الصعد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والهوية الوطنية. ألم تكفكم عقود من القمع والتهميش لأبناء الشعب أن تتعظوا وتتعلموا؟ ها هي أنظمة أكثر منكم مالاً وأكثر جنداً سادت ثم بادت وهي ليس منكم ببعيد. نعم ليس منكم ببعيد، ها هو مبارك وزين العابدين والقذافي وغيره من قبل ومن بعد. إن كل المؤشرات الإقليمية والدولية لا سيما في الملفين السوري والنووي الإيراني وكذلك المصادقة على الدستور الجديد في تونس وتشكيل الحكومة اللبنانية والحرب على عصابات الإرهاب في سوريا والعراق ولبنان وأفغانستان وغيرها والمخاض السياسي في مصر واليمن يصب في صالح الشعوب المنتفضة من أجل الكرامة والعدالة والحرية. وإن صيرورة الأمور تتجه إلى حاكمية الشعوب وأنها مصدر السلطات جميعاً، فسارعوا إلى التصالح مع شعبكم قبل فوات الفوت وولاة حين مناص. وقد مرت البلاد بتجربتين فاشلتين فيما يسمى بحوار التوافق الوطني الذي لم يكن جاداً منذ البدء، وقد لاح في الأفق فرصة حوار ثالث في 15 يناير 2014 بلقاء المعارضة مع سمو ولي العهد، وها هي الأمور تتجه إلى الفتور والمراوحة، والوضع الأمني كان ولا زال سيد المشهد، وسياسة التحريض والكراهية عادت إلى عادتها القديمة بعد يوم واحد من توقفها، وقد استؤنفت على يد المغاوير للأسف بين قوسين البلطجية أكثر فتكاً بالوطن وأشد تنكيلاً. إن عملية أي حوار جاد تحتاج إلى أجواء تبعث على الأمل وتزرع روح التفاؤل، ومن أهم ملامح تلك الأجواء الطيبة إطلاق سراح جميع سجناء الرأي الذين امتلأت بهم السجون والمعتقلات حتى وصل العدد إلى أكثر من 3000 معتقل وعلى رأسهم الرموز، ووقف العقاب الجماعي وسياسة التحريض الإعلامي والمحاكمات والملاحقات وإرجاع باقي المفصولين إلى أعمالهم، والبدء الفوري بخارطة طريق وجدولة زمنية ومد جسور الثقة والدخول في حوار جاد ذات ضمانات جوهرية يفضي إلى حل وخروج البلاد من الأزمة المدمرة المكلفة. وفي نهاية كلمتي أكرر تأكيد على حضورنا الدائم الواعي في كل الساحات وبسلمية متقدمة حضارية حتى تحقيق المطالب، ويقضي الله أمراً كان مفعولاً، وإننا متفائلون بنصر الله ولطفه وعنايته لهذا الشعب الكريم، إنه نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.